ولا تهموا بشنو اللي قاعد صاير بالضبط. حاولنا نفهموا تفاصيل نحن هنا نفهم مع بعضنا ليك خلنا نفهموا مين المصدر بيدو وكيل أعمال اللاعب اللي جاب له الكونترا وسيم التايب. شر فيفري فات بعثني العقد PDF طلع عليها المستر تاعي صحانا فيه وبعثناه لهم. بعد تبدلت كل شيء التفاصيل الاخرى تبدلت كل شيء في ليكم بطيبه وانا اعرف اخر وما فهم الناس الحصيلي وبعد ما عاش تواصلوا مع اللاعب. لحظه برك اخوني خلينا نعملوا شويه اساس زمني. وسيم هو هنا بعد الاتفاق وقت اللي الملاعبي مشى لكرواتيا يلقى عقد اخر ماهوش نفسه اللي تبعث واللي سيبوزي مشي على خاطر الكرواتيا هذا شنو نفهم؟ الساعة هذي هو اللي صار فمني وبعد يشوفوا ان الفريق على صفحة تويتر على الصفحة الرسمية هي وانه يكذبوا لحاجة هذي على شيء انا مستغرب منه. كما قلت لك مانا القرار توا رائد مانا ماش بشوفهم في الكوموتيف وهذايا مانا مش اول فقط يحفظ منها ليلعب تونسي. وسيم الحكاية راهي مش مجرد مثلا صحفيين خرجون في الفيسبوك والا صفحات فيسبوك نحكي على صفحة رسمية في تويتر نتاع الكوموتيف اللي قالت ما نعرفوش ملاعب هذاك علاش حاجة تثير الاستغراب حتى انه البعض مش يعتبرك انك تحيلت على الملاعب وعروض وهمية وامضاء عقود وهمية وغيره. تحيلت عليه علاش تحيلت الناس تكتب برا تكتب في الفيسبوك سير او كتيبه معنا انا بس نحضر ملف كامل وعندي على الواتساب مراسلات على الايميل ملف كامل باش نحضر بتعديل المحامي تاعي وفهمني فما اجراءات قانونيه باش ياخذها معنا المحامي تاعي معنا يجيك اوفا من اعطوني برامج انكم انت مذكر تلعب على الاوروبا ليك هو منفعتي انا باش نتحايل عليه خلينا كي باس في الدنمارك وكي باس في بلجيكا معنا ومشينا في الاتجاه هذا وما مشيناش فيه. وسيم خل نسالك انا نحب نسالك الحقيقه بالحق الوقت اللي انت اعلنت معناتها بط في الصفحه نتاعك انه رائد الفادع رسميا عامين في لوكوموتيف زاغريب هبط معاها تصويره هو قاعد يمضي في العقد التصويره ذيك شنو عندي اي من العقد موجود عندي العقد هو اي التصويره نتاع رائد الفادع اللي هو يصحح في كونتراتو شنو التصويره ذيك كونترا بعثوه على الايميل من لاجون مش من الكلاب بعثوا لاجون على الايميل خرجنا بعثوا انا للمحامي شافوا كونترا صحيح معناه ما في حد شيء ما يشكل انه كونترا مغلوب ولا اي عقد ما يدفعش كان صادق عليه الاتحاد تاع الكرواتي الاخير نتاعنا احنا وسفر رائد متاخر لكرواتيا هو اللي خلاه يصير هذا كما قلت لك انا تو ما فاهم حتى شيء نحكيك حاجه البارح ثلاثه جمعيات كبار في تونس تطلبوا تعليقكم على اللي كنا نسمع فيه كلمه كلمه نتعدي للموضوع.